مهمة جدا وتجاوبني عليها. هاليوم يعني البعض يعني مثل ما سمعت تتحدث من الكتل والأحزاب السياسية، قال لك في زيارة السيد الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك ربما حديث عن هذه المواضيع، يعني بعض تحدثها مو كلامنا، هل صحيح تم الحديث مع الحكومة العراقية ومع السيد الكاظمي في موضوع التطبيع مع إسرائيل، يعني في زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقائه بالسيد ترامب رئيس أمريكا؟ أنا أعتقد نعم. نعم. نعم، لأن من القضايا، من قضايا الساعة، إذا قضايا الساعة هي التي تبحث في المقابلات، فإذا ما يبحثون هذا الجانب إيش يبحثون؟ راح شنو دي 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 شو اسمه؟ دي يقول الله بالخير للكاظمي؟ نعم. يعني شنو أهمية العراق إذا نعم. تفضل كمل نعم. كمل سيد حسن. الكاظمي يعني مو شخصية عقائدية معقدة، ولهذا من جابوا الكاظمي معناها اكو مرحلة انتقالية جديدة يمكن ان تكون مختلفة عن المرحلة السابقة، يعني ما بعد الكاظمي مرحلة تختلف عن مرحلة ما قبل الكاظمي. نعم. الكاظمي اجى حتى يصير تفاهم عربي اسرائيلي عراقي اسرائيلي، وهو اللي حيسوي لهذا الكاظمي. يعني دوره مؤقت تعتقد السيد الكاظمي ينجز هذه المهمه ويروح؟ هذا اللي فهمه من كلامه. كل رئيس وزراء دوره مؤقت، شو تريدين شنو طول العمر؟ يعني انا اقول راح تجي مرحله مختلفه مثل ما تحدثت وقلت انه اكو مرحله مختلفه بعد الكاظمي، وهو يهيئ لربما هذا الامر مع التطبيع. هذا كلامك سيد حسن وليس كلام القناه ولا كلام. نعم، البطل المرحله راح يكون الكاظمي، الكاظمي راح يكون بطل الصلح. نعم. تشوفين راح يكسب، راح يكسب بعد سياسي جيد، وهذه من حظ الكاظمي الزين، يعني رغم الناس يقول لك هو راح يتورط بالصلح ويا اسرائيل، لا، هو راح يكون قوي بعد الصلح مع اسرائيل.